إذن لمزيد من تداعيات غارات الميليشيات على السفارة الأمريكية وحديثي عن إرغام القوات الأمريكية بالخروج من قواعدها في العراق واحتمالية الرد الأمريكي على الميليشيات، معنا هاتفيا من مدينة مالمو الخبير العسكري والأمني الدكتور فالح حسن الموسوي. مرحبا بك يا أستاذ فالح معنا. يا مرحبا، حياك الله. إذن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية وجهت بالتهيؤ لحملة عسكرية على الميليشيات داخل العراق، هل تعتقد أن هذه الظروف الآن مواتية للقوات الأمريكية للرد على تلك الميليشيات؟ نعم، جواب مباشر نعم، لكن قبل الجواب المباشر وليش نرجع إلى الحرب النفسية اللي هي الدعاية الشائعة عمليات غسل الدماغ. المعاهد الأمريكية والأوروبية على الرغم من وجود وباء كورونا اللي الإعلام العربي يصورهم دول انهارت، وهذا شيء منافي للحقيقة، لأن أنا بأوروبا دا أشوف الدول واقفة على رجلها وما منهارة. المعاهد ومراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أمريكا تشتغل بطريق، والتخبط العشوائي اللي يشتغلوا الميليشيات وإيران بمجال الحرب النفسية بطريق آخر. يعني أنه تخلي على الأرض صورة العلم الأمريكي وتدوس عليه، هذا مو حل، لأنه الأمريكان يبيعون أحذية عليها العلم الأمريكي. طرق مواجهة أمريكا، يعني مثلا العراق واجهت ثورة 20 الشيخ ضاري، البريطانيين بالطوب أحسن لهم مقواري. الآن الوضع مختلف، نيلسون مانديلا واجه بطريقة، غاندي واجه بطريقة، الآن العصر غير العصر، الظروف غير الظروف. أمريكا خلال هاي 17 سنة طورت أسلحتها بشكل مذهل، وخاصة الأسلحة الإلكترونية. إحنا بقينا عنتريات وعنجهيات، ولكن في المقابل يعني هناك استهداف لهذه القواعد داخل العراق، و هذه الميليشيات تقول إنها أجبرت القوات الأمريكية على الخروج من قواعدها. هنا السؤال، هل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين شركاء العملية السياسية وأمريكا، هل هذه الاتفاقية انتهى مفعولها لكي تخرج هذه القوات الأمريكية من قواعدها؟ أخي العزيز، أنت تعرف والعالم كله يعرف والعراقيين يعرفون إنه أمريكا لا تشتري اتفاقياتهم ولا تحترمهم ولا هي يمهم، هي عندها استراتيجية وهي تخطط بشكل بعيد كل البعد عن فهم ذول الذيول لما يحدث. أن أشمر صاروخ صاروخين شنو أريد بالضبط؟ يعني مثل واحد شايل سكينة ويقابل واحد شايل بيكاسيل أو شايل كلاشنكوف، يعني أكو توازن؟ أما أنت تقول لي ليش أمريكا ما ترد ضربة بضربة، هو هذا اللي لازم نسأله. يعني ضربة بضربة، أمريكا مو ردود أفعال، أمريكا سياسات، أمريكا تخطيط، أمريكا مراكز قرار، أمريكا تعرف شلون ترد. والدليل أنه الضربة لقاسم سليماني والمهندس كانت مو ضربة رد فعل، كانت ضربة استراتيجية قصمة ظهر إيران وقسم الظهر الميليشيات التابعة لإيران. الآن موضوع المناورات في الإمارات وموضوع الانسحابات وموضوع إعادة الانتشار أو التموضع، هذه كلها تدخل في باب الحرب النفسية. الدعاية الشائعة، عمليات غسل الدماغ، سميها ما شئت، لكن أنا من اللقاء الأول معاكم قبل أشهر ولا زلت مصر إنه أمريكا راح تضرب الضربة القاسمة غير متوقعة. ولكن لماذا تنسحب الآن؟ يعني كيف منتحب تفسر هذا الخروج؟ يعني البنتاغون كما ذكرت أكدت أن هذه التحركات هي إعادة انتشار، هل يمكن أن نفهم هذه التحركات بهذا الوصف؟ أسألك سؤال، يعني بالقيارة وبالقائم وبالرمادي وببلد أمريكا محتاجة قواعد، وهي عندها قاعدة عين الأسد وعندها قاعدة بأربيل،
وعندها قاعدة بنجرليك وعندها قاعدة بقطر قادرة على القيام بأي شيء. هذا عملية تموضع إعادة إنشار استعداد لشيء مهم قادم، راح يحدث شيء غير متوقع، مو انقلاب عسكري رقم واحد وجيش يسيطر، لا لا لا. بس أمريكا أنا ما أعرف غباء أو ما أعرف، لأنه شلون تعاملت مع طالبان في أفغانستان؟ ليش ما تتعامل مع قوى المقاومة العراقية اللي قاومت الاحتلال الأمريكي؟ أمريكا ما تريد تقول أنا غلطت، جبت هذول العملاء وذول جبتهم من إيران وجبتهم من سوريا وجبتهم من الأماكن اللي كانوا بها. أمريكا تريد تحاول جود إمكانها ترقع ترقيعي. الترقيع ما يصير. لا. الآن أمريكا لو فعلا جادة تقوم بعمل جديد وعمل خارق. وأنا أقول لك يا أنا وبخصوص العقوبات الأمريكية، هل تعتقد أنها يعني ناجعة حاليا في ظل الحديث عن يعني أن هناك عقوبات جديدة على شركات تمول الميليشيات داخل العراق؟ هذه كلها تدخل في باب الحرب النفسية، تدخل في الدعاية في الشائعة في غسل الدماغ. ما حلينا، احنا نريد فعل. الفعل في طريقة لأن يتحقق وقريبا جدا. وأمريكا من الغباء بمكان إذا لم تستغل الظرف الراهن في وباء كورونا والمنع التجول وتحدث تغيير جذري بالطريقة اللي تراها مناسبة، ما راح تحقق شيء فيما بعد. وأنا أقول لك إياها، أنا شخصيا ضد أمريكا وضد الوجود الأمريكي، لكن بالمقابل 17 سنة عانينا الويل والثبور، الميليشيات ما خلت شيء ما انتهكته كافئة. لذلك أمريكا هي مسؤولة أمامنا كعراقيين كعراقيين وطنيين بأن تقوم بعملية تغيير مو عملية ترقيع. الترقيع الآن ما يخدم. وأنا أقول لك إياها وخلي العراقيين كلهم يسمعون، والأيام بيننا ضربة أكبر من ضربة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ستحدث، ولكل العملاء والذيول. وأني هذا الرجل المشهداني من طلع محمود المشهداني وحكى عن كلابه وقال ما راح نلحق على نفسنا، صحيح ما راح يلحقون على نفسهم لأن طيران الآن مغلق، خطوط مغلقة، ماكو دولة تستقبلهم ويحصروهم مثل تكرم. عندنا مثل عراقي يقول تشلب بالجامع. هم الآن محصورين بالمنطقة الخضراء وبعضهم يتختل هنا وهنا بين المواطنين، يروح لفلان مكان. ولا أسألك بالله عليك، بالله عليك، يعني ذول المتخلفين اللي يخلون العراقيين يطلعون في زيارة ويقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام دكتورنا، يعني هذا منطق؟ هذا منطق؟ ذول يعيشون الوسطى وأمريكا تعيش بالوقت الحاضر. الوقت وضحت الحديث. الصورة دكتور فالح حسن الموسوي، اعتذر منك لضيق الوقت من مالمو الخبير العسكري والأمني، شكرا جزيلا لك.